صباح الخير على كل المستمعين وعلى كل المشاهدين في كل مكان في مصر وبره مصر. بنرحب بكل الناس اللي بتتابعنا وكل الناس اللي النهارده موجوده معانا على قناه الصحه والجمال. طبعا نبذه بسيطه للناس اللي ما شفتناش قبل كده واللي النهارده ممكن تكون ليهم اول حلقه بيتفرجوا عليها. احنا مبدئيا بنحاول نساعد الناس اللي بتدور على شريك الحياه واللي بتدور على شريك العمر بشكل بسيط وسهل من خلال تواجدنا الدائم على قناه الصحه والجمال. طبعا احنا النهارده بنقدم برنامج ارتباط معك استاذ محمد فاروق. مبدئيا البيانات بتاعت الاشخاص اللي النهارده بتلجأ لنا بنحاول نساعدها من خلال الاعلان اللي احنا النهارده بنبتدي بيه معاكم. هضرب مثال على الحاله اللي احنا النهارده بنحاول ان احنا نساعد بيها الناس اللي بتيجي تلجأ لنا، وان انا النهارده هتكلم عن شخص وببتدي اقول طلباته على الهواء عشان اساعد الناس واساعد الشخص اللي النهارده لجأ لنا واللي النهارده بيبقى موثق بياناته عندي من خلال ان كل شخص النهارده ليه ملف كامل فيه كل بيانات تؤكد الحاله اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا ببساطه يا جماعه احنا النهارده عندنا في مساحه كبيره جدا من الاختيارات الشخص اللي النهارده بيبقى موجود معايا بيبتدي يلاقيها، الا وهي ان بعض الناس النهارده بتبقى مشتركه عندي ممكن تتوفر فيهم الصفات اللي الشخص النهارده بيدور عليه، فببتدي اساعده من خلال الناس اللي موجوده واللي مشتركه عندي. الحاجه الثانيه اللي بحاول ان انا اتميز بيها ان احنا النهارده بنطلع بره الصندوق بتاعنا اللي هي عدد الاعضاء اللي بتبقى موجوده عندي، والنهارده بحاول ان انا اساعد الشخص اللي النهارده موجود معايا من خلال الاعلان اللي احنا النهارده بنقدر نقدمه من خلال البرنامج بتاعنا وهو برنامج ارتباط. طبعا هي دي الطريقه اللي انا بحس بيها واللي انا متاكد بيها ان هي على طول بتبقى ليها مردود كويس جدا من ناحيه الطرفين، الطرف اللي النهارده جه واشترك عندي وجه وجاب بياناته وجه ودفع فلوس وجه واشترك عندي وعنده الامكانيات للجواز وعنده المقدره على الجواز، والشخص اللي النهارده بيتابعني واللي بيشاهدني واللي ممكن ما يكونش مشترك عندي او واحده مش مشتركه عندي، وبالتالي انا بقدر اساعدها من خلال ان احنا النهارده موجودين وبنقول بيانات الاشخاص اللي بتبقى موجوده عندي من خلال اعلان وبحط فيه رقم تليفون عشان اسهل عليها ان هي تتواصل مع ناس عندها الصدق وعندها الجديه في الجواز. طبعا هضرب مثال حي على الحاله اللي انا بتكلم عليها دي، ان احنا النهارده يا جماعه معانا اعلان عن اخ عنده 37 سنه وهو رجل اعمال مقيم في السعوديه، وهو ما شاء الله ميسور الحال جدا، وطبعا زي ما قلت هو 37 سنه يعني سنه مش كبير وبيدور على زوجه تانية، ومن هنا هي دي الفكره اللي احنا عايزين نوصلها للناس. طبعا هيبقى موجود دلوقتي برقم تليفونه اللي هو موجود بيه في السعوديه. طبعا زي ما انتم شايفين احنا النهارده اتكلمنا عن شخص عنده 37 سنه مصري موجود في السعوديه، واتكلمنا النهارده عن ان هو بيدور على زوجه تانية، فبالتالي النهارده حطيت رقم تليفونه على الشاشه. دي الحاجه اللي انا بحاول ان انا اوصلها للناس اللي النهارده بتتابعني واللي بتشاهدني، ان احنا النهارده بندور بره الصندوق. الصندوق اللي هو ايه؟ لما يجي النهارده واحد بيشترك عندي او واحده بتشترك عندي بساعدها بالمتاح معايا، وما كانش النهارده في استطاعتي ان انا الاقي الطلب اللي هو عايزه او عايز ازود له عدد الاختيارات فببتدي اعمل له اعلان. الاعلان النهارده هو ده الصندوق الكبير او هو ده المجتمع الكبير اللي بيها ببتدي اوصل الصوره بتاع الشخص اللي النهارده موجود معايا لاكبر عدد ممكن من الناس من خلال وجودنا في برنامج على قناه فضائيه محترمه. بيبتدي النهارده الاشخاص اللي النهارده بتتابعنا واللي بتشاهدنا يلاقوا ان الشخص اللي النهارده عنده النيه للجواز وعنده الامكانيات للجواز متاح قدامهم وببساطه بيقدروا يتواصلوا مع بعض. طبعا انا زي ما بلفت نظر الناس عن الشخصيه اللي النهارده بتشترك معايا وميزتها ان هو النهارده حد ميسور الحال جدا، حد النهارده محترم ومتدين. كل الناس اللي النهارده يا جماعه بتيجي تشترك عندي عايز الفت نظر المشاهد او المشاهده اللي النهارده بتتابعني ان هو بيبقى عنده الجديه للجواز، بمعنى ان بيبقى ليه ملف كامل عندي بيبقى دافع مقابل مادي مش قليل كبير طبعا عشان ابتدي اساعده لحد ما اوصله للحاله اللي هو بيدور عليها واللي هو بيتمناها. طبعا من هنا دي بتتوفر فيه كل الطرق او كل السبل اللي النهارده تخلي اي واحده النهارده تبتدي تتواصل مع الشخص وهي مطمنه،
ان هيقدر يفتح بيت في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها، ان هو هيعيش عيشه كريمه في نفس الوقت حد محترم جدا وحد متدين جدا وبيدور على الحلال بتاع ربنا. النهارده بقى في امكانيات وفي حاجات بتبيح لنا ان احنا النهارده نلجا لكل المحرمات بسهوله ويسر. فطبعا في وجود الظروف دي النهارده نلاقي واحد بيدور على العفه عن طريق الجواز، فده طبعا يحط الشخص ده في مكانة محترمة. من هنا ببتدي أتكلم وأقول إن هو حد جد وبيدور على الجواز، فبالتالي هو حد يؤتمن عليه لو أنت النهاردة بتفكري في الارتباط. طبعا إحنا النهاردة هنتكلم عن حتة الزوجة التانية اللي النهاردة هو بيدور عليها. هو في الأصل من صعيد مصر وعنده زوجة هناك في يعني محافظة من محافظات صعيد مصر، وإقامته هتبقى موجودة في حاجة من اتنين، يا إما في القاهرة مصر الجديدة أو النهاردة عنده سكن تاني موجود في الغردقة. فاللي النهاردة هتبقى بتفكر أو بتقول إن ممكن يكون في بعض المشاكل اللي هتقابلها لو حصل ارتباط بهذه الحالة، أنا عايز أوصل لها إن أنت بعيدة كل البعد عن أي خلافات. ليه؟ لأن الزوجة الأولى هتبقى موجودة في محافظة بعيدة جدا، هي محافظة محافظات الصعيد، وأنت النهاردة هتكوني موجودة في حاجة من اتنين، يا إما القاهرة أو النهاردة مصر الجديدة بالتحديد، أو النهاردة هتبقي برضو موجودة ليكي سكن تاني إذا كنت حابة، يا إما القاهرة لأن هو عنده موجود في القاهرة في مصر الجديدة حاجة كويسة جدا وشقة على مستوى راقي جدا، وعنده برضو في نفس الوقت مكان كويس جدا في الغردقة، وهي دي الأماكن اللي ممكن النهاردة تبقى الإقامة فيها. فطبعا أنا بوصل الصورة دي للمستمعة أو للمشاهدة اللي النهاردة بتتابعني في أي مكان، إن النهاردة الشخص النهاردة هيبعدك كل البعد عن أي مشاكل عائلية ممكن تتخيليها لو في نصيب بمشيئة الله. زائد زي ما قلتلك في بداية الكلام وأنا بخاطب كل السيدات النهاردة اللي بتتابعني، إن النهاردة الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ميسور الحال هيوفر لك حياة كريمة. طبعا هو ما عندوش مشكلة في حتة ان هي تبقى الست مطلقة، ان تبقى الست النهاردة ارملة، ان تبقى انسة. سن يتناسب مع سنه، زي ما قلنا من شوية هو سنه 37 سنة، واللي النهاردة هتتقدم واللي النهاردة شايف ان هو مناسب ليها ما عندهاش اي مشكلة خالص ان هي النهاردة تبقى فاهمة ان هي بعيدة عن الزوجة الاولى، في نفس الوقت الحالة الاجتماعية بتاعتها مش بتمثل عنده اي مشكلة، انسة مطلقة ارملة مفيش مشكلة، المستوى العلمي برضو مفيش مشكلة بالنسبة له، هو معاه مؤهل فوق متوسط، وهو زي ما قلت يا جماعة النهاردة ما عندوش مشكلة في حتة التعليم، ان كان معاها مستوى تعليمي متوسط او عالي او ضعيف مفيش مشكلة بالنسبة له، معاها اولاد او معاش اولاد مفيش مشكلة. ايا كان هي القصة كلها زي ما أنا ما شرحتها كده ببساطة، إن إحنا النهاردة بنساعده وبنساعد المشاهد أو المشاهدة اللي النهاردة بتتابعنا، إن إحنا النهاردة بنوفر لك حد جد عنده المقدرة على الجواز، وبالتالي بعرض لك رقم تليفونه عشان تتواصلي معاه. الرقم ده طبعا زي ما إحنا ما بنشوفه هو رقم دولي موجود في السعودية، وهو عليه طبعا خاصية الواتساب، فبالتالي تقدري النهاردة تتواصلي مع الشخص اللي أنت شايفاه بسهولة يسر بدون أي مشكلة. طبعا بلفت نظر الناس ان احنا النهاردة كل الناس اللي احنا النهاردة بنساعدها بالطريقة دي، هي دي فكرة جريدة ارتباط، ان احنا النهاردة بنتكلم عن اعلان للشخص اللي النهاردة موجود معايا، ست كان او راجل ايا كان الحالة الاجتماعية، من خلال ان احنا النهاردة بنعمل له اعلان موجود وبيبتدي نحط رقم تليفون بدون ما نحط اسماء وبدون ما نحط عناوين ولا اي حاجه تسيء للشخص لحد ما يوصل للهدف اللي هو عايزه. طبعا هي دي الطريقه اللي احنا النهارده حبيت ان انا اضرب بيها مثل، وعشان اوصل للجمهور اللي ما شافنيش قبل كده احنا ايه اللي احنا بنقدر نقدم بيه الشخص اللي النهارده بيدور على الجواز وعنده الامكانيات وعنده الجديه في الامر. ان احنا النهاردة بنساعده من خلال الناس اللي بتبقى موجودة معايا، والناس اللي النهاردة مش موجودة معايا ما توفرش فيها الحالة اللي هو عايزها بساعده بعدد اكبر من خلال الاعلان اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نوصله للمشاهدين، عشان نبتدي نستخرج من المشاهدين ما يناسب الشخص اللي هو بيدور عليه. فبالتالي هي دي الفكرة اللي احنا النهاردة شغالين عليها، وشغالين عليها من فترة طويلة جدا من 2011 لحد دلوقتي بنفس الصورة
احنا النهارده لينا صفحتنا على الفيسبوك، اللي النهارده بيجي يتكلم معايا ويجي يقول لي انا ممكن اجي ادفع فلوس وما لقيش طلبي، وانا عايز الاول لما يبقى في نصيب كذا كذا، فانا بقول له تاريخي من خلال صفحتنا ان احنا النهارده لينا بيانات مؤكده، لينا النهارده حلقات موجوده من 2011 على مدار الفتره اللي فاتت دي كلها، وخبرتنا في المجال الحمد لله موفقانا في الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها، فكره الجواز، ان احنا النهارده بندور للراجل او للست اللي النهارده موجودين معانا من خلال الناس اللي موجوده معايا، وبالتالي بساعده برضو بحاجه تانية زياده هي الاعلان للشخص اللي موجود معي، وده مثل حي بضربه للمشاهد اللي ما شافنيش قبل كده واللي النهارده بيتابعني واللي النهارده عايز النهارده بجد يدور على الحلال وبيدور على الارتباط. النهارده هي دي مضمون الشغل اللي انا بقدمه لك، الراجل كنت او ست طالما انت عندك الامكانيات وعندك النيه الجديه هتلاقيني بساعدك بكل الطرق، بساعدك من خلال الناس اللي موجوده معايا، بساعدك من خلال النهارده الاعلان اللي بتميز بيه عن اي حد تاني، ان انا النهارده لما بيبقى عندي حد ببتدي اساعده من خلال الاعلان اللي بقدمه له على القناه الفضائيه اللي احنا موجودين عليها، وده مثل عشان اوصل بيه لكل مشاهد النهارده حابب ان هو يشترك معايا ان هو يقدر يوصل لأكبر عدد من الاختيارات، ومن هنا هي دي الطريقة اللي احنا شغالين عليها. طبعا مش بكتفي بكده بس، لا انا النهاردة كمان عندي طريقة تانية بحاول ان انا اساعد بيها برضو الناس، ان احنا النهاردة بنجمع بيانات الناس اللي بتبقى موجودة عندي في جريدة بتصدر كل شهر، وبتبقى فيها بيانات الناس اللي عندي بنفس الصورة اللي احنا النهاردة عملنا بيها الاعلان، اتكلمنا عن الحالة، اتكلمنا النهاردة ان احنا عندنا رجل اعمال عنده 37 سنة مقيم في السعودية بيدور على زوجة تانية برقم تليفون، هو ده مضمون ما موجود معايا في قلب الجريدة كان لراجل او لست. فالنهاردة يقدر اي حد من اي محافظة من محافظات مصر ان هو يشتري الجريدة، وهي سعرها بسيط جدا، سعرها 30 جنيه بيقدر ياخدها من كل محافظة مصر ايا كانت المحافظة اللي هو بيتبع ليها، بيبتدي ببساطة جدا بيتصل عليا بدي له رقم المسؤول عن التوزيع وبيها بيبتدي هو يتواصل معاه وبيحدد له المحافظة اللي هو فيها، فبيحدد له مكتب التوزيع اللي هو يروح يتوجه ليه، وبالتالي يقدر يشتري الجريدة من هناك وبيبقى فيها كل بيانات الناس اللي بتبقى موجودة معاه. طبعا زي ما قلت من شوية احنا كده بنساعد الراجل او بنساعد الست اللي النهاردة لجأت لنا، ان احنا النهاردة بكل احترام وبكل ادب بساعدها بثلاث طرق. الطريقة الاولانية زي ما قلت بدور في المحيط اللي معايا، ده اساسي شغلي. الطريقة التانية ان احنا النهاردة بنساعده باعلان موجود على قناة فضائية عشان ابتدي اوسع دايرة الاختيار في كل محافظة من المحافظات اللي النهاردة ممكن عندهم نفس الحاجة وبيدوروا على قصة الجواز، وبالتالي بيلاقي ان في ناس جدا من المشاهدين بيتوافق ظروفهم مع نفس الظروف اللي النهاردة انا بعرضها فبيبتدوا يتواصلوا مع بعض. دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة ان انا النهاردة ببتدي اجمع بيانات الناس اللي بتبقى موجودة عندي في قلب جريدة بيقدر يشتريها اي راجل او اي ست من اي محافظة، وزي ما قلت يا جماعة سعرها بيبقى 30 جنيه وبيبقى فيها حالات الناس اللي موجودة معايا، فبالتالي بفضل مع الحالة لحد ما يوصل للامر اللي هو عايزه. هي دي مضمون فكرة جريدة ارتباط باختصار بسيط، اعلان للجواز. ليه سميتها جريده؟ لان هو اعلان في المقام الاول والاخير لناس عندها الجديه، عندها الصدق، عايزين يتجوزوا، فبالتالي بفضل معاهم لحد ما يوصلوا للحاجه اللي هم عايزينها. هي دي مضمون البرنامج، وهي دي مضمون الفكره اللي احنا شغالين عليها، ومن هنا انا متاكد ان احنا طالما وصلت الصوره بالشكل ده وبالمثل الحي اللي احنا ضربناه النهارده بالحلقه اللي احنا النهارده بنبتدي بيها باعلان عن شخص، يبقى انا كده وصلت مصداقيتي ووصلت لكل مشاهد او كل مشاهده النهارده بتتابعني ان احنا النهارده الحمد لله موفقين بدليل تواجدنا من 2011 لحد دلوقتي بنفس الطريقه، ان انا النهارده بدور للراجل او بدور للست باكتر من طريقه لحد ما اوصل معاه، لان هو الحمد لله وصل لهدفه، وصل للحاجه اللي هو بيتمناها. طبعا بتمنى للشخص اللي النهارده لجأ لينا واللي النهارده ان هو كان موجود معانا برقم تليفون ان هو يقدر يوصل لاكبر كم من الاختيارات. ده مثل من ضمن الامثال اللي احنا اتكلمنا عنها. عندي اخ تاني عنده 53 سنه وهو مطلق بدون اولاد، وزي ما احنا هنشوف برضه دلوقتي على الشاشه هيبقى موجود معانا برقم تليفونه.
الاخ اللي النهارده بنتكلم عنه التاني اللي هو الاعلان التاني لواحد من ضمن الناس اللي هو عنده فعلا النيه الجديه للجواز بيبقى موجود النهارده، هو من محافظه الجيزه، هو انا استضفته في حلقه من الحلقات اللي فاتت واتكلمنا مع بعض على الهواء، وبعيد الاعلان تاني عشان اكرر للناس اللي بتبتدي بتتابعنا واللي بتشاهدنا ان انا بفضل مع الحاله لحد ما اوصل معاه للحاجه اللي هو بيتمناها والحاجه اللي هو بيرغب فيها. طبعا المطلق اللي احنا النهارده اتكلمنا عنه اللي هيخش على صفحتنا هيلاقيني كنت مستضيفه في حلقه من الحلقات اللي فاتت واتكلمنا انا وهو مع بعض على الهوا، وابتدى يتكلم عن نفسه ويتكلم عن ظروفه ويتكلم عن طلباته ورغباته في الشخصيه اللي هو بيتكلم عنها واللي هو بيتمناها تبقى زوجه ليه. زي ما اتكلمت معاه في الحلقه هرجع اعيد الكلام النهارده تاني عشان اوصل للمشاهد اللي ما شافنيش في الحلقه اللي فاتت حاله الاخ المطلق اللي عنده 53 سنه. طبعا النهارده زي ما قلنا يا جماعه هو في الاصل من محافظه الجيزه، وزي ما قلت ان هو مطلق بدون اولاد. يعني النهارده اللي هتفكر في الارتباط ما عندهاش اي مشكله او اي عائق، لان النهارده لا في زوجه ولا في اولاد ولا اي حاجه، وهو ده الحاجه اللي احنا النهارده بنوصلها للناس. هو طبعا ليه اختيارات معينه في الشخصيه اللي هو عايزها، هو عايز واحده تكون واحده سن يتناسب مع سنه، ما يزيدش عن 40 سنه، يعني بدايه من 30 لحد 40 سنه. اهم حاجه بالنسبه له يا جماعه، لا المهم في القصه كلها اللي احنا النهارده بنتكلم عنها، ان لو في اي حد من الناس اللي النهارده هيبتدي يتواصل هيلاقي النهارده رقم تليفون الحاله اللي موجوده معانا وهيبتدي من هنا يتواصل ليه. هو عايز واحده يفضل ان هي تكون بدون اولاد، واحده سنها يتراوح من 30 لحد 40 سنه. طبعا احنا اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبه له بيدور على واحده من محافظه القاهره الكبرى، يعني مثلا اقصى حاجه بالنسبه له اسكندريه. هو زي ما قلت يا جماعه هو موظف حكومي على درجه كويسه جدا، وفي نفس الوقت عنده دخل ثابت، عنده شقته تمليك، ما عندوش اي مشاكل خالص من ناحيه الزوجه الاولى او الزوجه اللي كانت قبل كده لان ما عندوش منها اولاد. وزي ما قلت يا جماعه هو حد محترم جدا، وطالما جه واشترك والنهارده ابتدى يثبت جديته بالمبلغ المادي اللي جه اشترك بيه، فبالتالي يقدر يفتح بيت في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها. ومن هنا بساعد الراجل او الست اللي النهارده لاجأت لينا ان احنا النهارده بنوصل صورتها لناس كتيرة جدا بتتابعنا من خلال البرنامج اللي احنا النهاردة موجودين عليه. طبعا اي حد يا جماعة حابب ان هو يشترك معانا، دي طريقة من ضمن الطرق اللي احنا بنتبعها. ممكن في بعض الناس التانية بتلاقي ان المبلغ اللي هو هيجي هيشترك بيه معايا هيبقى مبلغ كبير، فبالتالي هو ما عندوش الامكانيات لده، برضو انا بساعده من خلال ان انا بطرح عليه الناس اللي اشتركت معايا ممكن يعرض نفسه عليهم. ومن هنا هو ده الطريقة اللي احنا بنحاول نساعد بيها اللي عنده الامكانيات للاشتراك واللي ما عندوش امكانيات للاشتراك. فبالتالي احنا النهاردة في وجود الوقت اللي احنا فيه عندنا جريدة محترمة بنحط فيها كل بيانات الناس الصادقة، الناس اللي عندها الامكانيات للجواز، الناس اللي عندها النية الحقيقية للجواز، لان بقت سهلة جدا جدا ان احنا النهاردة نلاقي طرق كتيرة جدا تبعدنا عن حلال اللي احنا المفروض ان احنا نحافظ عليه ونسعى عليه. طبعا زي ما اتكلمنا من شوية احنا بنضرب مثل للناس اللي النهاردة بتتابعنا من خلال الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، ان احنا بنقول بيانات الشخص وبنقول رقم تليفون الشخص بحيث ان احنا نساعده باختيار من الناس اللي بتتابعنا ومن الناس اللي بتشاهدنا. هي دي فكرتنا ببساطة، وهو ده مضمون شغلنا. عشان كده اللي بيجي يلجأ لينا بيبقى عارف ان احنا بنساعده لحد ما نوصل معاه. طبعا التوفيق بيبقى حليف ربنا سبحانه وتعالى، وبيبقى في المقام الاول والاخير هو ربنا اللي كاتب لكل واحد مننا التوفيق في هذا الامر حسب اختيار ربنا سبحانه وتعالى للشخص. بيبقى كاتب لك النهارده ان انت ممكن تلاقي حالتك اللي انت بتتناسب معاها في اسرع وقت، وممكن تلاقي الحاله بتتاخر شويه، كل ده راجع لكل شخص مننا حسب اختياراته وحسب الظروف اللي النهارده بنتكلم عليها. طبعا النهارده على سبيل المثال الاخ اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو عنده 53 سنه مطلق، جات له ناس كتيره جدا، اللي من محافظه سوهاج واللي من محافظه قنا واللي من اسوان واللي من محافظات بعيده جدا، فهو استبعد المشوار. عشان كده النهارده بعيد التاني الاعلان بتاعه وبعيد الكلام اللي احنا النهارده بنتكلم عنه بان احنا بنقول ان الراجل عايز واحده تكون من محافظه قريبه جدا عشان خاطر يقدر يتواصل معاها ومع اهلها
بخصوص العيشه والارتباط والزواج، وتبقى الامور بالنسبه له بسيطه وقريبه. فعشان كده يا جماعه اللي حابب ان هو يتواصل معاه يفضل ان هي تكون بدون اولاد، سن من 30 ل 40 سنه، شرط بالنسبه له من محافظه القاهره الكبرى او الجيزه. طبعا زي ما قلت يا جماعه، عنده شقته تمليك، عنده شغله الثابت، عنده دخله الثابت، حد كويس، ما عندوش لا اولاد ولا عنده زوجه ولا اي حاجه، هو مطلق ومستوى العلمي بتاعه متوسط، وحد كويس جدا وعنده النيه للجواز. فاللي هيبتدي النهارده يتواصل معاه اتمنى ان باذن الله يوفق في هذا الامر. ومن هنا بساعد الشخص اللي النهارده جالي، وبساعد الشخص اللي النهارده بيتفرج عليا في كل مكان، من خلال ان انا بقدم له ناس حقيقيين، ناس جاديين عندهم الرغبه في الجواز. ومن هنا بعيد الاعلان مره واثنين وثلاثه لحد ما الاقي الطلب اللي انا بدور عليه للراجل او للست اللي النهارده اشتركت معانا. هي دي فكرتنا، وهو ده مضمون الشغل اللي احنا بنقدمه للراجل او للست اللي النهارده عايزه تشترك معي. طبعا في بعض الناس بتسالني بشكل مستمر على الخصوصيه، هل يا ترى النهارده هلاقي الخصوصيه؟ يعني هل هقدر اوصل للامر اللي انا عايزه بدون ملفت نظر الناس ليا؟ احنا طبعا في مجتمع شرقي، وفي ناس كتيره جدا بتبقى عندها خجل وعندها يعني حياء بسبب ان هي ازاي هتبتدي تتكلم عن نفسها اذا كانت واحده ست او تعرض نفسها. احنا النهارده يا جماعه بنتكلم وبنقول ببساطه، احنا بندور على الحلال، احنا بندور على حاجه ترضي ربنا، احنا بنساعد الناس اللي بتدور على الحلال اللي احنا اللي المفروض بنحافظ عليه عشان نكمل حياتنا برضا ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا احنا ردي للناس اللي النهارده بتبقى عندها شيء من الخجل، شيء من الحياء، يا جماعة احنا النهاردة بندور على حاجة يعني مشرفة، حاجة سنة الحياة هي الجواز. ان احنا النهاردة بندور على شريك الحياة، بندور على شريك العمر، بندور على الزواج. فبالتالي لما نتكلم عنه بشكل محترم، ولما نتكلم عنه بشكل جد، فبالتالي من هنا احنا ما عندناش اي مشكلة نخجل منها. فهو ده الامر اللي انا بوصله للمشاهد. وعشان كده احنا كان موجود معانا الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها الاخ اللي احنا النهارده بنتكلم بصدده، اللي هو المطلق اللي عنده 53 سنه، واستضفناه وقعد وحضر واتكلم عن نفسه بكل اريحيه، وما كانش عنده مشكله خالص ان هو يقول رغبته في الامر وان هو يتكلم عن نفسه. وبالتالي هو ده اللي احنا عايزين نوصله للمشاهد اللي بيتابعنا، ست كانت او راجل، ان انت باذن الله هتلاقي طلبك طالما انت النهارده بتدور على الحلال. فما تخجلش من الامر، لان انت حد محترم وبالتالي مصدر احترام للناس. ده الطريقه اللي احنا بنتبعها، واللي احنا النهارده بنساعد بيها الناس اللي بتتابعنا والناس اللي بتشاهدنا. انا متاكد ان الحمد لله بالعمل اللي احنا بنقدمه ده بنوصل بسهوله جدا لكل المشاهدين. ليه؟ لان انا النهارده لما بيبقى عندي حد من الناس ببتدي اتكلم عنه، بحطه قدام المشاهد، ببتدي اساعد المشاهد واساعد الحاله. فبالتالي انا كده وصلت المصداقيه بتاعتي كمقدم للامر ده. والنهارده الحمد لله هو ده دليلي على شغلي. لما بيجي شخص النهارده بيجي يتكلم معايا في المقابل المادي، بقول له ببساطه انا بعمل كده، بعمل ايه؟ بساعدك من خلال الناس اللي موجودة معايا، بساعدك من خلال البرنامج اللي احنا بنقدمه باحترام على مكان كويس زي المكان اللي احنا موجودين فيه، صحة والجمال. وبالتالي من هنا بنشر الامر بما يرضي ربنا بدون ما نبتدي نلجأ لأي حاجة يعني تأذي البني آدم. زي ما احنا اتكلمنا عن الأشخاص، لا قلنا أسماء ولا قلنا عناوين ولا حطينا صور لحاجة تسيء للشخص. اللي حابب ان هو يتكلم عن نفسه بيطلع يتكلم عن نفسه، اللي مش حابب ان هو يعرض نفسه بيبتدي نعرضه بشكل محترم جدا، زي ما اتكلمنا عن الأخ اللي كان موجود معانا في الإعلان اللي فات، وزي ما اتكلمنا دلوقتي عن الأخ الموجود معايا برقم تليفونه اللي هو المطلق ال 53 سنة. طبعا ده مثل اللي احنا بنقدمه عشان اوصل بيه للمشاهد انت بتتعامل مع حد محترم، فبالتالي لازم تكون على نفس المستوى. هم دول الناس اللي انا عايزهم، وهم دول الناس اللي انا بخاطبهم من خلال البرنامج اللي احنا موجودين بصدده ومن خلال الخدمة اللي احنا عليها. طبعا احنا كده ضربنا مثل لحالتين موجودين معانا. الحالة الاولانية كان اخ 37 سنة، وهو زي ما اتكلمت عنه من شوية موجود في السعودية، وهو مصري وحد ميسور الحال وبيدور على زوجة تانية. الزوجة الأولى موجودة في صعيد مصر، الزوجة التانية هتبقى موجودة يا إما هنا في القاهرة في مصر الجديدة يا إما هتبقى موجودة في الغردقة. وزي ما قلت رقم تليفونه كان موجود معانا على الهواء. والحالة اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها
الثانيه اللي هو الاخ اللي هو عنده 53 سنه، واحنا النهارده ضربنا بيه مثل للمشاهدات اللي النهارده بتتابعنا والسيدات اللي موجوده في البيوت والنهارده عندها الرغبه في الجواز. احنا النهارده بنساعدك بان احنا النهارده بنقدم لك راجل عنده الامكانيات للجواز، حد عنده الصدق في الامر، فبالتالي انا ساعدت المشاهد وساعدت الناس اللي موجوده معايا، فبالتالي هي دي الطريقه اللي انا بوصل بيها لقلوب كل الناس اللي بتتابعنا واللي بتشاهدنا، ان احنا النهارده بنحاول نساعد كل واحد وكل واحده بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، وبما يرضي الناس اللي النهارده اشتركت عندي، وبما يرضي المشاهد ان انا النهارده عرضت عليه شخص محترم، حد جد بيدور على الجواز، وبالتالي انا كده الحمد لله شايف نفسي ان احنا في مكانه كويسه جدا، وعشان كده انا بحافظ على المكانه دي. في حالة ثالثة النهاردة برضو حابب ان انا هتكلم عنها، وانا النهاردة لما بحب اتكلم بضرب مثل حي، عشان النهاردة لما النهاردة حد يكلمني يبقى على نفس المستوى اللي احنا اتكلمنا عنه. احنا عندنا دكتورة هي 37 سنة وهي انسة، وعايز حد ما سبقلوش الجواز وحد يكون على نفس المستوى العلمي بتاعها، وشرط بالنسبة لها ان هو يكون اعزب ما سبقلوش الجواز، يعني لو هو مطلق وما عندوش اولاد لا مرفوض بالنسبة لها، لو هو ارمل حتى وما عندوش اولاد برضو مرفوض بالنسبة لها، طبعا الزوجة التانية طبعا دي ما فيش فيها كلام وما فيش فيها خيار، مرفوض بالنسبة لها، هي عايزة حد ما سبقلوش الجواز. هي دكتورة وهي 37 سنة وهي موجودة معانا دلوقتي برقم تليفونها، بحيث ان النهاردة بساعد برضو الناس اللي بتتابعني والناس اللي بتشاهدني، ان كان يتوفر فيهم الظروف اللي احنا اتكلمنا عنها ان هي عايزه حد اعزب ويكون سن يتناسب مع سنها من اي محافظه، المهم ان الاقامه تبقى في القاهره او تبقى مثلا في اسكندريه او تبقى مثلا في الدهليه ايا كان، المهم ان هي مش هتروح الصعيد، بس حد يكون شرط بالنسبه لها ان هو اعزب فقط ما سبقلوش الجواز، سن يتراوح من 37 لحد مثلا 40 او 42 سنة. دي الثلاث حالات اللي انا بيها بحاول في كل حلقة ان احنا نقدم المصداقية للمشاهد، وبحترم عقل المشاهد، وبحترم الناس اللي النهاردة بتتعامل معانا واللي النهاردة بتتفرج معانا على الشاشة، اللي النهاردة عندهم الرغبة في الجواز، عايز اقول لهم وبقول لهم بالعمل وبالفعل احنا النهاردة بنقدم لكم ناس جديين موجودين قدامكم تقدروا تتواصلوا معاهم في طرق كتيرة جدا للتواصل، اذا كان من جوه مصر او من بره مصر، ان احنا النهاردة موجود معانا على التليفون الواتساب، كل واحد النهاردة بيقدر يبعت بياناته، بيقدر يقول رغباته للشخصية اللي النهاردة احنا بنستعرضها من خلال ورق رسمي، بيبتدي النهاردة كل حالة من ضمن الحالات بتقول النهاردة طلبات ليها، فأنا ببتدي أعرضها، فالشخص اللي النهاردة شايف إن هو يتناسب مع الحالة بيبعت صورة البطاقة وهو مطمن، بيبعت صورة شخصية للشخص عشان إذا كان في نصيب بإذن الله يبتدوا يتواصلوا مع بعض، بيروح يلاقي الحالة موجودة حاجة حقيقية، ناس عندها الجدية، ناس بتدور على الجواز. ومن هنا هي دي فكرتي اللي أنا النهاردة بأسس لها، والنهاردة الحمد لله أنا شايف إن إحنا من تواجدنا على مدار الفترة الطويلة دي ده إحنا كده حققنا النجاح اللي بيخلينا نستمر، واللي بيخلينا نطلع بره الدايرة اللي إحنا النهاردة متعرفنا من خلالها، اللي هي النظام القديم بتاع المكاتب أو الخطبة أو إحنا النهاردة يا جماعة بنبتدي نتواكب مع العصر الجديد اللي إحنا النهاردة موجودين فيه، إن إحنا النهاردة بنساعد نفسنا وبنساعد الناس اللي النهاردة عندها الرغبة الحقيقية في الجواز، إن إحنا النهاردة بنقول بياناتهم وبنقول مواصفاتهم بدون ما نشهر بيهم بدون ما نجرحهم، بنحاول نوصل صورتهم للناس اللي عندهم نفس الاحتياج للأمر، ومن هنا بنحاول نبقى مع الشخصية لحد ما توصل للأمر اللي هو بيتمناه راجل كان أو ست. طبعا زي ما قلت يا جماعة اللي حابب ان هو يتواصل معانا هيقدر يتواصل معانا من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة، وهو ده الأرقام بتاعتنا، واللي حابب ان هو يشتري الجريدة وعايز يتواصل مع الناس ما فيش مشكلة، بيتصل عليا بعد الهواء وببتدي أديله رقم المسؤول عن التوزيع. وطبعا احنا يا جماعة بنوزع الجريدة بتاعتنا من خلال جريدة الجمهورية، ولولا ان احنا النهاردة بنتعامل مع كيان محترم وهي جريدة الجمهورية وهي من الجرائد القومية، طبعا ده بيمثل للمشاهد اللي انا عايز الفت نظر الناس ليه، ان احنا لولا ان احنا لينا كيان ولينا توثيق بشكل رسمي ما كناش هنقدر نتعامل مع جهة حكومية زي جريدة الجمهورية ان هي تبقى مسؤولة عن توزيع الجريدة بتاعتنا. فبالتالي
احنا لينا كيان ولينا ورق رسمي ولينا حياتنا اللي احنا النهارده بنأسس لها، ان احنا النهارده بنقول للناس بكل الطرق وبكل الافعال ان احنا موجودين بنساعد الناس اللي عندها الجدية، اللي عندها المصداقية، اللي عندها الامكانيات طبعا في المقام الاول والاخير للجواز من خلال الطرق اللي احنا النهارده بنبتدي نشتغل عليها. طبعا من هنا ببتدي اعيد الاعلان للشخص اللي كان موجود معايا عشان نستغل المده الزمنيه، ان انا اللي ما شافنيش في بدايه الحلقه يبتدي يشوفني تاني ويبتدي يتابع الحلقه ويبتدي يتواصل مع الحاله اللي كانت موجوده معانا. طبعا احنا النهارده بنتكلم عن حاله 37 سنه وهو مصري مقيم في السعوديه، وبالمناسبه يا جماعه هو باذن الله على وشك ان هو ينزل مصر في اجازه بتاعته، هتبتدي تقريبا في شهر 12 اللي احنا هنكون فيه او على رأس السنة هيكون موجود معانا، فبإذن الله يقدر يوصل لاختيارات. ومن هنا احنا النهاردة بنقول بياناته تاني وبنعرضه برقم تليفون، وهستأذن طبعا فريق الاعداد ان هو يطلع بالاعلان تاني معانا. هو اخ 37 سنة مصري مقيم في السعودية وهو بيدور على زوجة تانية، في الاصل هو من اصول من الصعيد بس هو الحمد لله ربنا أكرمه بشغل في السعودية فترة طويلة، وعنده هنا شغل في مصر موجود، وعنده هنا شغل في الغردقة، وعنده شغل في مصر الجديدة، وهو بيشتغل في مجال المقاولات وحد ما يسور الحال. والنهاردة حطيت رقم تليفونه على الشاشة بحيث ان احنا النهاردة اللي حابة من الناس اللي بتتفرج معانا على البرنامج تتواصل بدون اي مقابل، فبالتالي بتقدر تلاقي الشخص اللي احنا النهاردة بنعرضه وتقدر تعرض نفسها عليه. هو زي ما قلت يا جماعة مفيش مشكلة عنده اذا كانت انسة او مطلقة او ارملة، عندها اولاد او ما عندهاش اولاد، سن يتناسب من سنه، وهو يفضل طبعا حتى يعني من 30 لحد 37، حتى لو زادت عنه سنة أو سنتين مفيش مشكلة بالنسبة له، أهم حاجة تكون واحدة بنت ناس طبعا تتميز بالجمال عشان خاطر الراجل بيتجوز عشان يعف نفسه، فتبقى حد على مستوى كويس من الجمال في نفس الوقت زي ما احنا اتكلمنا. الرقم ده على واتساب فتقدر تتواصل معاه بدون ما تكلف نفسها، بمجرد ما بتبعت رسالة هو بيبتدي يتواصل مع الحالة، ومن هنا ساعدت الشخص اللي النهاردة عنده الجدية في الأمر، وساعدت السيدة اللي النهاردة بتتابعني واللي النهاردة بتشوفني لأول مرة أيا كانت، فعايز النهاردة أن أنا ساعدها، فبساعدها بأن أنا أقدم لها شخص حقيقي عنده النية للارتباط، وبقول لها ده رقم تليفونه ابتدي تواصلي معاه. ومن هنا أنا الحمد لله بشوف أن احنا النهاردة قدمنا الأمر بشكل محترم بدون ما نجرح أي حد بدون ما نفضح أي حد، وصلنا للشخصية اللي النهاردة موجودة معايا من خلال الأشخاص اللي كانت موجودة معايا واللي مشتركة معايا، وصلت له ناس تانية جديدة من خلال الإعلان اللي النهاردة الناس بتلاقيه وبتلاقي رقم تليفونه وبتبتدي تتواصل معاه. ومن هنا هي دي الطريقة اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا دي الحالة اللي احنا اتكلمنا عنها. في بعض الحالات بتيجي تتكلم معايا أو بعض الأشخاص بتتكلم معايا وبتسألني أسئلة كتيرة برضو حابب أن أنا أعيدها على المشاهد. في بعض الناس تقول لي طب مكتب فلان او مكتب علان او في قناة فضائية اسمها كذا وبيعملوا اعلانات عن طريق الرسائل او في الخطبة فلان او والله يا جماعة انا كل اللي انا اقدر اقوله من خلال شغلي ان النهاردة الشخص اللي النهاردة عنده الامكانيات ان هو يتجوز هيعرف يتجوز بشكل بسيط، بيقدر يقيم الناس اللي بتبتدي تقدم الخدمة ببساطة جدا، كل واحد النهاردة هيقدر يقول كلام ويطبقه يبقى احنا بنبتدي نحترمه ونبتدي نقول عليه فعلا ده حد كويس نبتدي نتعامل معه واحنا مطمئنين. فانا النهاردة بلاقي بعض الناس بتقول ان احنا عندنا مثلا واحدة خليجية، عندنا واحدة عندها سكن، عندنا واحدة ميسورة الحال عايزة تتزوج من شخص واخر، فبتبتدي من هنا ده نوع من انواع يعني التحايل على الناس عشان خاطر تبتدي يعني تطلع منهم بشكل مادي او بمصلحة مادية. فانا بقول للناس اللي بتتابعنا كل الكلام ده وهم ومش موجود على ارض الواقع، ومن خلال شغلي وتجربتي في شغلي بقول الكلام ده، بقول الكلام ده لان ما جاتليش مثلا واحدة لا سعودية ولا كويتية ولا اماراتية ايا كانت الدولة العربية اللي احنا بنتكلم عليها، ما فيش واحدة النهاردة بتيجي تقول انا عايز اتجوز واحد مصري، ما فيش واحدة بتاخد واحد من مصر تطلع بيه في اي دولة عربية. فاذا كان في حد بيروج للشغل ده فده امر حتى عقليا مش مقبول، يعني حتى عقليا ومنطقيا مش مقبول.
فانا بالتالي برضو بلفت نظر الناس، مفيش برضو واحده النهارده من الناس اللي بتيجي النهارده تشترك معايا تقول انا عندي سكن وعايزه واحد وانا اللي النهارده هبتدي اتولي الاقامه حتى بتاعته ان انا اوفر له السكن. ده حتى ده ما اتعرضش عليا، يعني ده لو كان اتعرض عليا بيتهيألي انا كنت اول واحد رحت اتجوزت واحده واثنين وثلاثه وعشره وعشرين. فانا عايز اوصل للناس اللي بتشاهدنا ان احنا النهارده قدر المستطاع بقول لكم الامور اللي بيها نقدر نميز الناس عن بعضها، اللي بيها نقدر نقول فعلا الشخص ده نتعامل معاه ولا الشخص ده ما نتعاملش معاه. طبعا اللي انا بتكلم عليه ببساطه يا جماعه اللي احنا النهارده برضو من خلال شغلنا بقدر اساعد الناس بكل الطرق، بقدر اساعد الشخص اللي النهارده مش مشترك معايا ان انا من وقت للتاني بنزل باعلان وبحط رقم تليفون الشخص وبقول عنه على الهواء كل طلباته وكل رغباته وببتدي اوصله للمشاهد. فدي طريقه من ضمن الطرق اللي انا بشتغل عليها. الطريقه الثانيه ان انت تقدر ست كانت او راجل ان انت تشتري الجريده بتاعتنا وفيها بيانات الناس اللي بتبقى موجوده حقيقيه عندنا وعايزه تتجوز، ومن هنا ببتدي اساعدهم ان احنا النهارده بنوفر لهم ناس حقيقيين في كل مكان وفي كل محافظه من المحافظات بشكل رمزي جدا. سعر الجريده بيبقى 30 جنيه بيقدر ياخدها الراجل او الست من اي مكان. وده الامر الثاني اللي انا بثبت بيه ان احنا النهارده بنحاول قدر المستطاع نتميز عن الناس في اللي هي في القصه اللي هي قصه الجواز بشكل عملي، ان احنا بنقدم الخدمه عمليه، خدمه محترمه لناس جديين عندهم النيه للجواز وعندهم الرغبه للجواز، ومن هنا ببتدي اضرب امثال من خلال شغلي. طبعا هعيد الاعلان للاخ المطلق اللي عنده 53 سنه وعشان خاطر برضه اديله مساحه من الظهور برقم تليفونه على الشاشه لكل المشاهدين ولكل المتابعين اللي ما شافتش الاعلان في الاول. فانا النهارده عندي برضو يا جماعه واحد مطلق عنده 53 سنه وهو من محافظه الجيزه وهو بدون اولاد، عنده شقته وعنده شغله الثابت وعنده شقته الثابته اللي هي شقته التمليك اللي هي جار ولا حاجه، وفي نفس الوقت حد ما يسور الحال وبيدور على واحده بنت حلال سن من 30 لحد 40 سنه تكون على قدر من الجمال. طبعا بالنسبه له شرط اساسي حاجتين، ان هي تكون بدون اولاد وان هي في نفس الوقت تكون من القاهره الكبرى او من الجيزه. فاي واحده النهارده تقدر تتواصل معاه لان رقم تليفونه زي ما انتم شايفين موجود على الهواء، ومن هنا ببتدي اساعد الناس اللي النهارده بتبتدي تبقى موجوده معايا. وزي ما احنا اتكلمنا عن الحالات دي النهارده بنتكلم برضو عن حاله ثالثه موجوده برضو معايا وبقول بيها وببتدي اساعد بيها الناس اللي النهارده بتشاهدني والناس اللي بتتابعني. دكتوره 37 سنه وهي انسه وهي موجوده معانا برضو هتبقى برقم تليفونها بحيث ان اي حد من المشاهدين يقدر يتواصل معاها. ان شرطها الاساسي في الارتباط حد يكون على مستوى علمي زيها بالظبط، حد يكون اعزب ما سبقلوش الجواز، سن يتراوح من مثلا من 37 لحد 40 42. شرط بالنسبة لها زي ما قلت يا جماعة ان هو ما سبقلوش الجواز وعلى نفس المستوى العلمي. وهي دي الطرق اللي احنا النهاردة بنبتدي نستعرضها ونبتدي نوضحها للناس. طبعا هستأذن فريق الاعداد ان هو برضو يطلع برقم تليفون الاخت الدكتورة بحيث ان احنا نساعد المشاهد ونساعدها في ان هي تبقى موجودة ونبتدي بيها يقدر اكبر كم من الاختيارات تبقى موجودة قدامها. هي دي الطريقة اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها واللي احنا النهاردة بنساعد بيها الناس اللي بتبقى موجودة معانا، وهو ده الطريقة اللي انا بثبت بيها للمشاهد اللي بيتابعني واللي بيشاهدني ان احنا النهاردة الحمد لله بنتميز عن اي حد تاني بفكر بنحاول بيه قدر المستطاع ان احنا نحترم الناس اللي بتبقى موجودة معانا والناس اللي بتشاهدنا. ومن هنا هي دي مضمون فكرة الجواز بالنسبة لنا، وهو ده اللي احنا بنقدمه على مدار من 2011 لحد دلوقتي. واللي حابب ان هو يبتدي يسترجع معانا كل اللي احنا بنتكلم عليه هيلاقي صفحتنا، وهي صفحة موجودة على الفيس باسم جريدة ارتباط للجواز، وهيلاقي كل البيانات اللي احنا النهاردة موجودة معايا واللي متاح عندي والمشتركين اللي موجودين معايا هيلاقيهم موجودين معايا في قلب الصفحة. وطبعا انا بحط الناس اللي موجودة معايا بدون ما نقول اسماء وبدون ما نحط صور وبدون ما نحط اي عناوين لاي حد من الناس، بكتفي بس بان انا بقول مواصفات الحالة وبسترجع برضو للناس اللي النهاردة بتتابعني ان احنا النهاردة
بنثبت لكم من وقت للتاني مصداقيتنا ان احنا النهارده بنقدم ناس حقيقيين، لان كل حلقه من كل الحلقات اللي احنا بنبتدي هتلاقيها موجوده، هيبقى فيها اثبات على ان احنا الحمد لله بنستعرض الناس اذا كان بوجودهم معانا في البرنامج، اذا كان النهارده بنبتدي نحط بياناتهم معانا بارقام تليفوناتهم، اذا كان النهارده هم بيخشوا معانا في مداخلات، فكل ده بيثبت للناس من خلال الصفحه اللي هي موجوده بتاعتنا جريده ارتباط للجواز، يقدر بيها يسترجع اي حد من الناس شغلنا، ومن هنا هيبتدي يلاقي كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده موثق في قلب الصفحه دي. وساعات كتيره جدا لما في حد من ضمن الناس بيشوفني لاول مره وبيتكلم معايا، فبقول له ارجع لصفحتي اللي موجوده على الفيسبوك باسم جريده ارتباط للجواز، ومن هنا هتبتدي تعرف كل حاجه عني، لما تشوفها هتعرف انت بتتعامل مع مين، وهتعرف انت بتتعامل ازاي، وهتعرف انت النهارده الناس اللي بتبتدي تتعامل معاك هتساعدك ازاي. فطبعا اي حد رجال كان او سيدات حابب النهارده ان هو يبقى موجود معانا عشان نساعده، زي ما قلت يا جماعه احنا لينا صفحتنا على الفيس تقدر تخش عليها، اللي ما شافش البرامج بتاعتنا او الحلقات القديمه او الحلقات السابقه يقدر النهارده، كل شخص النهارده موجود معانا يقدر يخش على الصفحه، وهي زي ما هي شايفين كده هي موجوده على الشاشه، اسمها جريده ارتباط للجواز، وهي مكتوبه بالعربي، وهو ده نفس الطريقه اللي انت هتكتبها هتلاقي نفسك دخلت على الصفحه، ومن هنا هتلاقي كل بيانات الناس اللي بتبقى موجوده معانا. طبعا عندي بعض الحالات التانية اللي أنا حابب أن أنا النهاردة أتكلم عنها، وهي أخت مغربية واتكلمت برضو عنها قبل كده في حلقة من الحلقات، وهي عندها حوالي 43 سنة، وهي موجودة هنا حاليا في مصر، وهي بتدور على حد يكون سن يكون يتناسب من سنها، مفيش مشكلة لحد 50 سنة مثلا. هي ما شاء الله بتتميز بأن هم ما شاء الله سيدات بيوت من الدرجة الأولى، عندهم ما شاء الله الحاجات اللي كل راجل بيدور عليها، إذا كان نظافة، إذا كان ست بيت بمعنى الكلمة، بتحافظ على بيتها، بتبتدي تقدم كل ما هو بيتمناه كل راجل. فبالتالي هي النهاردة زي ما قلت يا جماعة عندي أخت تاني أنيسة، وهي عندها حوالي 43 سنة، وهي موجودة دلوقتي في مصر، واللي حابب إن هو يتواصل معاها هيكلمني بإذن الله بعد الهوى، ونبتدي نتفق مع بعض على طريقة الاشتراك معانا، وإزاي إن احنا نبتدي نوصله بالناس. واللي النهاردة برضو بيتابعني واللي بيشاهدني بسترجع بداية الحلقة، وبسترجع معاه اللي احنا عرضناه، عشان لما يجي الشخص اللي النهاردة هيقول لي والله طب انا عايز اتواصل مغربية الاول، واذا كان في توافق هبتدي اشترك معاك او فانا بضرب له مثل بسيط بالحلقة اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها، ان احنا وارد ان انت تشوف الناس، ووارد ان انت ما تتفقش معاهم، وارد ان ما يحصلش نصيب مع الحالة اللي انت النهاردة جاي بتتكلم عشانها، فبالتالي ما وقفتش على هذا الحالة، لا ببتدي اساعدك بان انا اشوف لك حاجة واثنين وثلاثة من الناس اللي موجودة معايا، والدليل على كده ان انا كمان اقدر اساعدك من خلال وجودنا على قناة فضائية، ببتدي اتكلم عنك وببتدي اقول مواصفاتك وببتدي اقول رغباتك في الامر، فبالتالي بعرض ليك رقم تليفون واساعدك من هنا بان انا ابقى معاك لحد ما نلاقي كل الطرق اللي انت النهاردة توصلك في النهاية للموضوع بتاع الجواز. طبعا كل الناس اللي النهاردة بتتابعني وكل الناس اللي بتشاهدني بأكد عليها ان احنا لينا عمل، والعمل هو اللي بيبتدي يحطنا في المقام اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه. فأي حد النهاردة هيحب ان هو يتكلم معايا لازم يبقى عارف ان القيمة بتاعت الاشتراك عندي حتى لو هي كبيرة، فاحنا النهاردة بنساعده بشكل صادق بشكل محترم، بحيث ان احنا نوصله الامر، بندور على الناس اللي هو بيدور عليها من خلال الوسط اللي موجود عندي، بندور على الحاجة اللي هو بيدور عليها من خلال المشاهدين اللي بتتابعنا في كل محافظات مصر وفي كل مكان من خلال البرنامج اللي بيبقى موجود النهاردة بشكل دائم على قناة الصحة والجمال، وبنحاول نبقى موجودين معاه لحد ما يوصل للأمر اللي هو عايزه. فأي حد النهاردة هيكلمني لازم أن يبقى عارف إن احنا النهاردة واضحين وبنثبت وضوحنا بالشكل العملي من خلال إن احنا النهاردة يسترجع كل اللي احنا بنتكلم عنه، ومن هنا هيلاقي إن الحمد لله مفيش مجال إلا للناس المحترمة اللي عندها النية للجواز، واللي عندها الصدق في الجواز، واللي عندها الإمكانيات في ظل الظروف اللي احنا النهاردة موجودين فيها للجواز. فالنهاردة اللي بيحب يتحايل أو اللي بيحب يهزر أو اللي بيحب مثلا يعني ما عندوش حتة إن هو يعني نوع من أنواع الاستخفاف بالأمر، لا يصرف نظر عننا، لأن أنا من الناس اللي ما بحبش خالص إن أنا أتعامل مع الناس إلا الناس الدغري، أنا بحب أتعامل مع الناس الواضحة، بحب أتعامل مع الناس اللي عندها صدق في الأمر، وبالتالي بيريحوني وبريحهم.
فأي حد تاني بيدور على نوع من أنواع التسالي، بيدور على أي نوع من أنواع الاستظراف أو الاستخفاف بالأمر، يبعد بعيد خالص، لأن إحنا مالناش في السكة دي خالص. طبعا كل الجواز اللي عندنا بيبقى جواز شرعي على سنة الله ورسوله، ما عنديش لا مسيار ولا عندي أي نوع من أنواع الجواز التاني، إذا كان عرفي أو كذا أو كذا أو كذا. طبعا أنا برضو بلفت نظر الناس اللي بتتابعني والناس اللي بتشاهدني، رجال كان أو سيدات، إن إحنا كل الناس اللي النهاردة عندي عايزين جواز حقيقي، عايزين جواز على سنة الله ورسوله بشكل رسمي عند مأذون، وبيبقى كل الكلام ده موجود معانا، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه. أي حد تاني بيدور على أي نوع من أنواع التسالي يبقى بعيد خالص عن المجال بتاعنا وعن السكة بتاعتنا. طبعا الأخت المغربية اللي أنا اتكلمت عنها من شوية هي موجودة هنا وعندها يعني إقامة هنا، وبتتمنى بإذن الله أن هي تتجوز واحد مصري وتعيش هنا في مصر. هي اشتغلت فترة طويلة في السعودية وهي في الأصل من المغرب، وعندها الحنين لمصر لأن برضو ليها حد من قرايبها متجوز وعايشين هنا، فهي بالتالي عايزة تبقى جنب أسرتها ويبقى في نصيب أن هي تعيش في المجتمع المصري. وزي ما قلت يا جماعة هي موجودة هنا حاليا في مصر، دي من ضمن الحالات. وعندي حالة تانية وهي أخت عندها 50 سنة وهي أرملة بدون أولاد من سوريا، وزي ما اتكلمت برضو من شوية عن الأخت المغربية إن هي أنسة 43 سنة موجودة هنا في مصر، الأخت السورية موجودة في سوريا وهي عندها 50 سنة وأرملة بدون أولاد. طبعا نظر لظروف الحرب والكلام ده كله، كل أهلها توفوا لرحمة الله، فاحنا برضو بنعرض حالتها للناس اللي النهاردة شايفين ان السن بتاعها يتناسب مع سن الناس اللي موجودة من المشاهدين. اللي حابب ان هو يتواصل معاها يبتدي بعد الحلقة يكلمني، هقول له طريقة الاشتراك وابتدي ان احنا نساعده ونوصله بالحالة طالما هو عنده الجدية في الامر. طبعا من هنا بعيد تاني كل اللي انا فات من الكلام اللي فات، يا جماعة أنا بحاول أن أنا أتعامل مع الناس مباشرة بشكل صادق بشكل واضح بشكل صريح. اللي حابب أنه هو يكون على نفس المستوى بتاعي أهلا وسهلا بيه، بنفتح له الباب وبنساعده. واللي شايف نفسه أنه هو يعني عايز يستخف بالأمر أو عايز يهزر أو لا، يبقى ياخد يعني طريق تاني غير الطريق بتاعنا، لأن احنا هدفنا الأساسي إن احنا نساعد الناس اللي عندها الإمكانيات للجواز، اللي عندها النية للجواز، اللي فعلا عندها الصدق في الأمر. من هنا ببتدي هو ده الناس اللي أنا عايزها، وهي دي الناس اللي أنا بخاطبها. مش عايز أكتر من إن احنا النهاردة نقدم عمل محترم، عمل يليق بينا. ومن هنا بحب إن أنا أعيد كل الكلام ده لكل المشاهدين، اللي حابب إن هو يتواصل معانا أرقامنا موجودة على الشاشة، يقدر يتواصل معايا بإذن الله في أي وقت. ببتدي أستقبل اتصالات من كل الناس وببتدي أساعد الناس اللي عندها النية الأمر. وطبعا أنا سعدت باللقاء بيكم، وبتمنى بإذن الله أن أنا أكون عند حسن ظن ربنا وأكون عند ظن كل مشاهد وكل مشاهدة بتتابعنا. وشكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم.